اللغة العربية في مجاز، مجاز. نعم. هلا من مثلا من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. طيب يعني هلا إذا أنا إذا بدي أفسر على نحو يعني كل واحد مثلا الشيخ ابن باز كان أعمى، هل هذا يعني يعني معناته أنه في الآخرة أيضا أعمى؟ فهو في الآخرة أعمى؟ لابد أن نفسرها تفسير مجازي. كذلك عندما نقول أن الله يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم ما معناته؟ يعني قوة الله، هيمنة الله، هذه معنى يد الله. في تعابير مجازية باللغة العربية. فهنا لا بأس، لاحظوا هذا صحيح البخاري، هلا لم أتي بالكتاب، موجود الآن، ممكن تدخل الآن على الإنترنت، صحيح البخاري، صحيح البخاري يؤول، يؤول نعم يؤول، يعني لا يعتقد بأن الله عز وجل له يد وله قدم وله، يؤول. لاحظوا مثلا هنا، يعني هل صحيح البخاري كافر؟ كفر يعني صاحب البخاري لأنه أول؟ لاحظوا رقم الحديث 4772، سورة القصص، يقول كل شيء هالك إلا وجهه. طيب من إذا على طريقة الوهابية أن الله عز وجل له وجه، نقول له كيف هذا الوجه؟ نقول لا نكيف. طيب كيف يعني له وجه؟ نعم له وجه يليق بجلاله، يليق بجلاله، له يد تليق بجلاله، له قدم يليق بجلاله. هذا البخاري يؤول يحملها على المجاز، كل شيء هالك إلا وجه. ما معنى الوجه هنا؟ الوجه الحقيقي، يقول إلا ملكه. الوجه هنا بمعنى ماذا؟ الملك، الملك أولها. ويقال إلا ما أريد به وجه الله.